نعم بالفعل، يعني الطوق العسكري الإسرائيلي لا زال مستمر ومحكم في هذه اللحظات باتجاه مخيم نور شمس شرق مدينة الكرم. كل القوات العسكرية الإسرائيلية تستهدف في هذه اللحظات مخيم نور شمس. التحديثات هي تتعلق بأن الجرافات العسكرية الإسرائيلية قامت بتدمير خط المياه الناقل الرئيسي في منطقة ما تعرف جبل الناصر باتجاه منازل وأحياء وحارات المخيم، وبالتالي هنالك انقطاع واسع للمياه في المنطقة. كما وردنا بأن بلدية طولكرم قامت بإيقاف ضخ المياه في هذه اللحظات، لأنه جزء كبير من المياه من المناطق المحيطة في ظل الحالة المطرية وحدوث تسريب كميات كبيرة في المياه غمرتها المياه وتسربت إلى داخل هذه المنازل، مع إحداث طبعا تدمير واسع في الطرقات الذي يؤثر على طريقة تصريف مياه الأمطار، في ظل طبعا استمرار هذا الاقتحام وتدمير واسع للبنى التحتية في المنطقة. طبعا هذا الاقتحام هو الرابع بمخيم نور شمس منذ 7 أكتوبر، ونحو 20 حالة اقتحام رصدت منذ 7 أكتوبر سواء في مخيم طولكرم وكذلك أيضا مخيم نور شمس ومدينة وقرى وبلدات مدينة طولكرم. طبعا الاشتباكات لا زالت مستمرة، هنالك أنباء تفيد بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي وقع في كمين في منطقة حارة المنفية وهي على الأطراف الشرقية من المخيم. تمكنت المقاومة من تفجير سلسلة ووابل كبير من العبوات الناسفة باتجاه الجرافة العسكرية التي كانت تتقدم هذه القوة، وهنالك أنباء تفيد بإعطاب هذه الجرافة ومحاولات مستمرة لسحب الجرافة العسكرية من الموقع. بالمناسبة هنالك على الأقل 4 جرافات عسكرية تشارك بهذا الاقتحام، ويعني هي منتشرة في منطقة جبل النصر بمحيط الأطراف الغربية، وأخرى في منطقة المحجر في منطقة الأطراف الشمالية وفي منطقة المنشية وعلى الشارع الرئيسي، وبالتالي هنالك عمليات تدمير واسعة. أجزاء من أسوار المنازل وجدران المنازل الخارجية قام الاحتلال الإسرائيلي بتدميرها، وهنالك عدد من المركبات تضرر البعض منها كليا وأخرى تضررت بشكل جزئي، مع استمرار وتيرة الاشتباكات بشكل متقطع. تقول كتيبة طولكرم سرايا القدس في مخيم نور شمس أنها تخوض الاشتباك والتصدي مع الاحتلال الإسرائيلي، وتؤكد على أن الاحتلال عبر جرائمه ومجازره لن يكسر من شوكة المقاومة الفلسطينية. هنالك طبعا انتشار عسكري في محيط مخيم طولكرم، لكن لا اقتحام حتى هذه اللحظة لمخيم طولكرم، لكن يبقي جيش الاحتلال الإسرائيلي على المنطقة الفاصلة بين مخيم طولكرم ومنطقة مخيم نور شمس، يعني معزولة عن التواصل الجغرافي بعدد من الأليات العسكرية ونشر القناصة. الطواقم الطبية تواصلنا معها قبل قليل تؤكد أنه لم يتم رصد أي إصابة حتى هذه اللحظة خلال الاقتحام المستمر منذ قرابة 2 ساعة باتجاه مخيم نور شمس بمدينة طولكرم. شكرا لك خالد بدير مراسل الغد من طولكرم على هذه الإضاءة والتحديثات لأهم التطورات في طولكرم بالضفة الغربية.